أصدقائي المتابعين، السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. صديقي المتابع، شي مره من المرات كنتي خارجه تسركلي، بانت لك واحد البطاريه زوينه عجبتك، ضربتي ليها التصويره، رحتي للدار عادي ريحتي، دخلتي التليفون كتقلب في التصاور، من دخلتي التصويره لقيتي فيها شي حاجه غريبه تصورات. ما عمرها وقعت لك؟ نجربوا مره اخرى ثاني. صديقي المتابع، شي مره كنتي خارج مع الاصدقاء ديالك مسافرين شي تصافيره، وكنتي هاز معاك الكاميرا ديالك، بانت لك واحد البلاصه زوينه، ضربتي ليها التصويره مع راسك، ومن رجعتي للدار كتقلب في التصاور باش تحيد شويه اللي خايبين وتخلي اللي زوين، غتلقاي راسك صورتي شي حاجه اللي غريبه. تين كاع ما صدقات معنا الاصدقاء، ما عمرها وقعت لي. ماشي مشكل الاصدقاء، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد اغرب الصور اللي تشدوا في واحد اللقطات اللي ما يمكنش امبوسيبل، حيت هاد التصور الاصدقاء اللي غادي نشوفوا اليوم تشدوا في واحد الجزء من الثانيه اللي خلاو انهم يبانوا واحد الحوايج اللي غريبين في الصور. كل تصور غادي ندوزو معنا في هذا الفيديو هذه غادي يكون عنده واحد التقييم ديالها على الابداع ديالها. قبل ما نطول في المقدمه بزاف، خلينا ندخلوا في التصاور هذا ونشوفوا شنو هو البلان ديالهم. وتصبر بعدا كيفاش نشوف، تصبر نتخيل الاصدقاء، راسي تلفت ما فهمت كيفاش البلان ديال التصويره. داك الراجل واقف لور تيبان بحال حاط يديه وهو اللي راه غير شي وات، ما فهمت والو الاصدقاء. باقي الاصدقاء فهمتوا معايا دابا الكونسيبت ديال التصوير كيفاش غادي يكون. واش لاحظتوا معايا الاصدقاء التصويره كيفاش دابا داك الراجل اللي واقف لور هو داير بحال هكا مربع يديه بحال هكا وتيبان بحال حاط يديه، واو على التصويره كتشدات. بلاتي بلاتي الاصدقاء، فهاد التصويره الثانيه هذه ما كنتوقعش انها غادي تكون صحيحه، وقيلا غير مقاده فوتوشوب. علاش الاصدقاء؟ حيت ميمكنش انك صفر صفر، حاولوا تقنعوني ها نتوما، يعني غادي تجي تقاش هاد الكاميرا تريح قدام داك الكلب والتصويره تحطها قدامك وتاين في خمسه ديال السوايع ولا سته ديال السوايع غير باش تصوري هاد التصويره بحال هكا، يعني ميمكنش الاصدقاء تخيلوا معايا، يعني باينه غادي يدخل غادي يكون التصويره ديال الكلب هذا كيتفوه، تكون موجوده بحال هكا، غادي يجيو موراها وغادي يحطوا التصويره عادي، غادي يحطوا ديك الكادر عادي، وديك الساعه تلقى فوتوشوب راه باينه الاصدقاء، يعني ميمكنش تقاسي انت في كلب باش يتفوه باش تصور. تقتل المتعه يا مش بلا ما ندخلوا الاصدقاء في لي ديتاي بزاف، غادي نشوفوا غير التصويره من برا الديزاين ديالها، وغادي نشوفوا حتى التصويره كيفاش مقاده، يعني الفوتوغرافي اللي مصورها الابداع ديالو والتصويره باش مقاده. غادي نعطيوها الاصدقاء في التقييم ديالو غنعطيه في 1 على 10. بلا ما تسولوا الاصدقاء تقول لي احمد التصويره واعره، علاش عطيتيه 1 على 10؟ علاش التصويره مقاده زوينه جات في التايمين اللي زوين؟ تقييم الاصدقاء انا تنتحكم فيه. كيف تشوف الاصدقاء التصويره ديال العالم صغرى بواحد واو كتبان واقعي بزاف، الاصدقاء شاده ديك الدريه شاده ديك الجورنال تقرا فيه يمكن، وكيبان الوجه بحال الوجه ديالها. المهم هاد التصويره هادي غنعطوها 4 على 10. شوف معايا الاصدقاء التصويره كيفاش تبان، واو كتبان واقعي بزاف ميمكنش شي شيء. مش بحال ديك التصويره ديال داك الكلب ديال قبيله الاصدقاء، وين انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ واو الاصدقاء مسكينه ما لقات معاه من تصور، واو شوف لا تايمين فاش مصوره، وشوف الاصدقاء التايمين اللي مصوره فيه هاد البنت والجلسه اللي جالسه فيها كتصيد، في الاخر تيطلع لها الاصدقاء هذا هو ظهرها مسكينه. عشوا التصويره هذه ما فيهاش شي حاجه غريبه، واو مثل الاصدقاء هذا ماشي كلب راه زرافه، واو الكلب مشدود اللور ديالو، وكاين واحد الكلب عاوتاني قدامه اللي واقف، وشو كي تيبان الاصدقاء تيبان بحال زهره. دابا هاد التصويره اصدقاء باينه مولاها مصورها غير بالصدفه، يعني صعيب باش تصور عاوتاني هاد التصويره هذه، تجيب بحال هكا كلب هنا وتحطه هنا وتجي باش تصورهم، يعني صعيبه باش يزقاو ليك. المهم هادو باينه فيهم مشدودين هاد التصاور هادو، باينين مشدودين فيهم في انهم واحد التايمين، يعني باينين مشدودين في واحد الطريقه اللي واحد المده من الزمن اللي تصورات فيهم التصويره ما عمرك باقي تعاود تصورهم شي مره اخرى. المهم الاصدقاء التقييم ديالنا لهاد التصويره هذه غادي نعطيوها 6 على 10. غادي تسولوني احمد علاش عطيت لهذيك التصويره 6 على 10؟ غادي نقول لكم علاش. والله ما عرفت علاش برا. كمل مع التصور. وات از ذيس؟ وات؟ واو واش هي بصح تصويره حقيقيه الاصدقاء؟ راه ميمكنش كتب بحال شي سكين في بابجي ولا مارت شنو بابجي تا. المهم الاصدقاء ما عرفتش هادشي جا لي في راسي، جا لي سكين في بابجي ما عرفتش علاش ولا فورتنايت. شوف الاصدقاء كيفاش كتبان، واو ما عرفتش واش ما تبانش لي بلي 100% غادي تكون حقيقيه، شويه فيها بانت لي الشك. قتل المتعه الاصدقاء. اوه شيت، واو الاصدقاء الصوره دي هذه بصح 100% حقيقيه، انا نشرح لكم بينما غادي يكون مبان لكم شي حاجه في الاول، انا غادي نشرح لكم مزيان. كيف ما كتشوف معنا في هذه الصوره هذه، هذا الراجل مصور هذه الصوره زوينه في الشمس، نهار زوين الحياه مزيانه
طويسات من الناس كيتمشاو كلشي مزيان. شوف هاد الراجل كيفاش واقف ودير مدعذر وباغي يتصور وضاحك وكذا. شوف الاصدقاء شوف الاصدقاء كيفاش تيبان داك الدري ضرب مسكين في فطو وتقلب التكاره. هاد صورة الاصدقاء هذه 100% حقيقيه. علاش؟ حيت ميمكنش الاصدقاء انه شي واحد يجي باش يصور لك راسو مضروب مع بوطو، يعني باينه تكون حقيقيه. التقييم ديال الاصدقاء في هاد الصوره هذه غادي هو 10/10. هاد الصوره الاصدقاء اللي بينا دابا غادي تكون هي احسن صوره تشدات في الصدفه. نينا الصوره الاصدقاء راه يمكنش واو بربي الاصدقاء صوره مفرقعه. تخيل معايا الاصدقاء، انا قريت 13 عام ديال القرايه في المدرسه، من بعد مشيتي للجامعه وقريتي في الجامعه اللي بغيتي وفي التخصص اللي بغيتي، دوزتي 4 سنين ديالك ولا 5 سنين ديالك في الجامعه، ساليتي القرايه ديالك، خدمتي سهل عليك الله، وصلتي لواحد السن انك قادر باش انك تزوج. ملي غادي تجي تزوج غتكون لابس مزيان الكومبلي كلشي هو هذاك ناضي. في النهار ديال العرس ديالك ملي غادي تبغي تصور وتصور الواحد اللي غادي يتصور لك غتكون هي هذه. وتعرفي دابا لمن تباركي الاصدقاء، واش تباركي البومه ولا من الزوج، واش تباركي البومه ولا شنو دابا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اوه شيت، هات ورا الاصدقاء ديرا. واو صبر، ميمكنش الاصدقاء هات ورا ديرا. دابا خاصك تخرجيها امبريميها وتحطها قدامك، تخرج لي زيكواسيون، تجيب الكالكياتريس، مقاس، مقاله، المهم عاد تقدر تخرجيها، عاد تقدر تفهمي هاد الصوره هذه. المهم الاصدقاء حنا ما عندناش الوقت لهادشي، سكيب ندوز للصوره الثانيه. واو 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 دبرتوا عليها والله يا اصدقاء، الا دبروا عليها. انا صراحه حسيت بهم والله، اذا حسيت بهم في هذه اللقطه هذه حسيت بهم، حيت ما وقعت لينا ما مره ما جوج وقعت لينا هذا البلان هذا. واو والله الا غنحس بهم الاصدقاء. نقول لك دابا شنو غادي يوقع لهم، الكره الاصدقائيه اول حاجه غادي تفرقع. واو نيرا الاصدقاء طايحه ديريكت. واش مقصرين شنو هي ديك؟ واش البارتي سي واش البارت؟ داكشي مقصر الاصدقاء، واش لاعبين البارتي؟ ما عرفتش واش البارتي ولا لاعبين داما، ولا يمكن داما داما الاصدقاء داما. واو دبروا شو داك الدري مسكين، الكورة بعدا مشات تفرقع عاد ديال 20 درهم ما باينة، غادي ينوضوا غيشبكوها غيشبكوها، هربوا مساحيط الوليد، ندبرتوا عليها. المهم الاصدقاء هادشي اللي كان معنا في هذا الفيديو. المهم انا غادي نراجع نتشيكي التصاور ديالي، ما نعرف نقدر نكون مصور مع شي واحد مشهور. هاد الصور هادي واقيلا كنت صورتها في السطح، يمكن دي في المراح ولا في الدروج، مكنتش فين ساعات الريكورد باقي خدام. فوالا هادي في نيويورك، هادي في واشنطن، عرفت فين كاتب السويس. I'm still busy الأصدقاء، دريك دريك الأصدقاء. Yeah, what's up Drake? How are you my friend? How was your day? I hope you are fine. Yeah, yeah, it's me, Ahmed. Yeah, I was there. Why didn't you come to take a picture with me? Yeah, I will be there. Yeah, come to take a picture with me. Yeah. Washington or California? Which street you want? I have a lot of money. Yeah, I'm coming, my boy.